ده اي حاجه. اولا احنا فاكر حضرتك كان في جدال وكنا اتكلمنا على بول الابل ولبن الابل واللي كان في مرسى مطروح والمهازل التي كانت تحدث علشان علاج فيروس سي، وبعدين البقرة اللي هي برضو كانت مباركة بتاعت المنيا، وكنت الراجل انا لو حضرتك فاكر قلت له على الهوى انا هسجنك لو قعدت تقول الكلام الفارغ. المرة دي الراجل اعترف ان هو صاحب البقرة، قال لك ده لبن عادي وانا ما والراجل قال لا ده ما بيشفيش. بس المرضى هم اللي بيعتدوا عليه وبيقولوا له لو ما جبتلناش اللبن مش هنسيبك يعني. يا استاذ وائل دول ناس مغيبين للاسف. اولا هي طبعا تفسيرها سهل قوي، يعني انت عارف حضرتك في بعض الانسات ما بيتجوزوش وساعات بيبقى فيه لبن من الثدي بسبب هرمون البرولاكتين، وده معروف شويه بيحصل ورم بسيط قوي في الغده النخاميه ويعمل الكلام ده. في بعض الادويه بتزود اللبن وبتعمل برولاكتين حتى في الناس اللي ما اتجوزتش. يعني مش عايزين نخوض في هذه التجربه، لكن انا عايز اميره ذات نفسها، لان اميره بتقول كلام مش طبي خالص. انا عايز اناقشها. هو الحقيقه هي اكياس الاميبا دي لا تصيب المعده، اكياس الاميبا دي بتصيب القولون وتعمل التهابات في القولون وتعمل اسهال وتعمل ساعات مخاط وساعات دم في البراز، وعلاجها سهل جدا جدا وليس بهذه الصعوبة. ده من أسهل الحاجات اللي بيعالجها طالب الامتياز. الفكرة إن هي بتقول إن هي أكياس موجودة في المعدة، وده كلام عاري تماما من الصحة عشان ما نقولش للمشاهد حاجات مش مظبوطة، وبتقول إن كان علاجها إن هي تنزلها. لا، الأكياس الأميبة لما تنزل يبقى ده مرض مزمن وليس علاج. العلاج هو أن نذهب أو نشفي الأكياس اللي موجودة في البراز أو الطور النشط. فهي بتقول كلام مش طبي. طب هي بتقول النتيجة النهائية إنها خفت. خفت إزاي؟ على أنه رخيص. هو أنا عايز أقول لها هو في حاجة اسمها، وهي عارفة كويس قوي، إن في حاجة العلاج بالإيحاء. لو أنا جيت قلت لحد كده مجموعة من المرضى حتى لو عندي في العيادة أنا عندي العلاج ده بيشفي من كل حاجة، وجبت 2-3 من بره العياده ما خدوش العلاج ده ودجلوا عليهم وقالوا لهم كلام فارغ ان ده العلاج ده احسن علاج في الدنيا والعلاج ده خفف مئات البشر، هياخدوه ويحسوا يا استاذ وائل ان هم خفوا بالايحاء. ده احنا عندنا دائما ابدا لما بنجري دراسه طبيه على دواء بنحط من ضمن الحاجات ان في بعض المرضى ما تاخدش هذا الدواء، تاخد حاجه اسمها بلاسيبو او ايحاء، دواء يوحي ان هو شكل الدواء الاساسي ولكنه ليس فيه نفس الماده. طيب الفعالية. انت قبل ما اسمع تعليق اميره، انت بتشوف في الكلام ده خطر يا دكتور هشام لانه بينتشر بشكل كبير وفعلا الناس بتستعيد عنه بتستعيد به عن الطب والعلم والعقل؟ يعني ده للأسف، ده مش بس ده، هو المشكلة ان ده خطر خطورة شديدة زي ادمان اي حاجة. يعني ده من الحاجات اللي دلوقتي انا شايفها في البلد منتشرة كالهشيم، اللي هو الطريقة اللي الواحد يبقى مدمن الخزعبلات، الدجل، يروح مش عارف لشيخ يقرأ له ايه ومش عارف حاجة تانية يعمل ايه، كل ده دجل وغيبيات. والغريب ان انا زعلان ان واحده زي اميره بهذا العلم طالبه في الجامعه تؤمن بهذه